عندك سهره رمضانيه شوفوا موضوع الوجبات السحور او وجبات الافطار زي ما انت عايزين يا عم. سهره رمضانيه مين؟ انا نعرف ناس عندنا في مصر ممكن تروح تحضر ماتشات دوره رمضانيه وما تروحش تحضر ماتشات منتخب. ما احنا نعذر بقى كابتن شوبير. يا كابتن شوبير دورات رمضانيه بتبتدي بعد الـ بعد الـ بعد صلاه القيام. بعد صلاه الايام كده الدوره الرمضانيه بتبدا. فانا مؤاخذه يعني انا اعرف شباب عندنا في مصر هيروحوا يتفرجوا على دوره رمضانيه وهيروحوا يلعبوا في دوره رمضانيه افضل لهم بكتير ان هم يروحوا يتفرجوا على منتخب مصر وماتشات وديه مع نيوزيلندا والكلام البطيخ الحمصي ده. طب لو جالك سحور تبقى خفيف شويه مفيش مشاكل يعني ماتش الساعه 10 بالليل فالناس تتفرج وتتسحر وتاخد مشروبها وكل حاجه والناس تستحق الحقيقه غير ان الملعب نفسه يستحق لانه احنا كنا عملنا حلقه من هذا الملعب وانت شفت الدنيا كانت عامله ازاي في الاستاد كله بالكامل. كانت حلقه مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي بشكره وشكر من هنا للسنه الجايه على حاجات كتيره جدا جدا جدا. فانا لا عايز اقول ده ولا عايز اقول رجاء ولا عايز اقول دعوه لا لا انا عايز اقول الحافز الواسع اللي جواك لانه خلاص كلنا عرفنا ان الرياضه هي العنوان الرئيسي في كل حته في الدنيا خاصه عندنا بلدنا في المنطقه بتاعتنا يعني. والملعب ده ما ينفعش يبقى فيه 1000 ولا 2000 دوليبو زي اللي يعني كانك مش حاطط حد في الاستاد 30000 حتى قليل على ساعه الاستاد لكن ماشي تكون بدايه فعايزين 30000 يكونوا موجودين.